اسمحوا لي ان انا دلوقتي ومعاكم كده ان انا اوجه تحيه للرقابه الاداريه على جهدها. لقب ببعبع الحراميه وحيتان الفساد وكلمه السر في سقوط الاباطره. قام بتفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وساهم في ضبط العديد من قضاياها والعدوان على المال العام في مجالات الرشوة واستغلال النفوذ. إنه المستشار محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذي وافق مجلس النواب في جلسة عامة على تعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية بعد أن تولى هذا المنصب بالإنابة. يعتمد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادا كبيرا ومنحه الضوء الأخضر لملاحقة الفاسدين والمرتشين. وجه العديد من الضربات الموجعة التي كان آخرها الضربة التي وجهها لسعاد عبد الرحمن الخولي بعد ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد أوقعتها في شرك الهيئة، لتصدر بذلك الهيئة ملحمة جديدة من النجاح في اصطياد المرأة الحديدية بالإسكندرية. كما تم إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة شركة تابعة للبنك الزراعي المصري لتقاضيه رشوة بمبلغ 200,000 جنيه يحصل عليها بشكل دوري من صاحب شركة خاصة لإسناد أعمال توريد للشركة. وفي أغسطس من عام 2017 داهمت هيئة الرقابة الإدارية مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة لضبط تشكيل عصابي من موظفي الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة وتقدر قيمتها ب4 ملايين جنيه. هذا بالإضافة لقضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها صلاح هلال ومحي الدين محمد بتقاضي رشوة 11 مليون جنيه نظير تقنين وضع يد على أراضي بمدينة وادي النطرون، وقضية الرشوة الكبرى داخل مجلس الدولة المتهم فيها وائل شلبي واللبان. فاللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية من مواليد عام 1956 حصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1982. بدأ العمل بهيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986. مناصب عديدة تولاها داخل هيئة الرقابة الإدارية، أولها كان توليه منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، وآخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة. أهم الإنجازات التي تنسب لعرفان في هيئة الرقابة الإدارية هي تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة وإعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية. عين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 9 أبريل عام 2015 واستمر بها لمدة عامين حتى وافق مجلس النواب على التجديد له كرئيس للهيئة في 26 مارس عام 2017. إسراء سعد، تحيا مصر.